هاي تلاقي الحمامات البيض 4 بيضات. شوف حضراتكم دول 4 بيضات، وده بيض السمنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع النهاردة ازاي تخلي حمامك يبيض 4 بيضات. الموضوع ده اللي ما كنتش عايز اكلم حضراتكم فيه، يعني في قنوات كتير اتكلمت عنه، يقول ان في حمامه بيبيض 3 بيضات و4 بيضات. احنا هنقول لحضراتكم الحقيقة، هنقول لحضراتكم الحقيقة، حقيقة الموضوع. يا ترى انا بعطي ايه من الادوية او بدي ايه علشان يزود عندي انتاج الحمام؟ ده كالسم، يعني ده لو في القشرة البيضة رقيقة ضعيفة بنات ده، او لو زغلول بيكون عن رجلي ضعيفة بنعتله ده. ده دواء للأطفال بشري، ده بشري بنات نقطتين في بق الزغلول، هو نقط بنات نقطتين في بق الزغلول، فتكون صحته كويسة. أو نحط للحمام الكبير في المية 5 نقط أو مثلا 10 نقط حسب الحالة عند حضرتك. ده حاجة، ده حاجة. الدواء التاني ديكال بي 12، في كالسيوم وفي فيتامينات واملاح، يعني في مجموعة مفيدة جدا للحمام. تاتي منه كل فترة، ده ممكن يزود عند حضرتك الانتاج. بس اوعى تخرج، اوعى تقفل الفيديو الا ما اقول لحضرتك الحقيقة. لسه ما وصلناش، هقول لك في نهاية الفيديو. ما تقفلش دلوقتي لو سمحت، ما تقفلش دلوقتي لغاية ما تعرف الحقيقة فيه. ده سيلينيوم. فايدته ايه السيلينيوم؟ بيزود الخصوبة عند الحمام، يعني يخلي الذكر حامي، يخلي النتاية تبيض، ما تتأخرش في البيض. ده السيلينيوم معروف فوائده للحمام. وده الجروفيت، ده أملاح معدنية ومجموعة فيتامينات نادرة، ده كويس جدا، ده مفيد جدا للحمام. إلا إن أنا حطيت منه على وصفة الزغطة، ده من العبوات الكبيرة. أنا بشتري ب20 جنيه، الإزازة دي ب20 جنيه، فبحط منه للحمام، بيساعد على زيادة الإنتاج وصحة الحمام والزغليل أيضا. ده السيلينيوم برضو، اللي هو برضو من العبوات الكبيرة، برضو الإزازة دي ب20 جنيه. ده الكالسيمات، ده زي ده يليهم، ده وده. التلات حاجات دول كالسيوم، معتبر كالسيوم اكتر من دول. ده املاح، لكن السيلينيوم معروف فوائده لانتاج الحمام. دي حاجات بتحسن صحة الحمام وتزود انتاج الحمام. زائد ان انت حضرتك التحديق اهو يجب ما يتقطعش من عند الحمام. التحديق اللي هو قلنا لحضراتكم في فيديو مخصص ازاي، في وصفة التحديق بتاعتنا، اللي هو المحار والرمل والحصى الهدد، مباني القديمة حصى الهدد كله بيتلخبط على كده. وفي ناس بتجيب قشر البيض، وانا احيانا بعمل كده برضو، قشر البيض وتضيف عليه خل وتضيف عليه ملح مفيد جدا برضو في الحمام، بس ما نكترش الملح، لان بيزود الملح، لانه هيزود يخلي الحمام يعمل مية. تقول ان هو بيعمل اسهال، هو بيبقى من الملح اهو، هنضيف عليه اهو الملح اهو عشان نزود انتاج الحمام اهو من البيض اهو، عشان اللي ايه يقول لك 3 بيضات و4 بيضات. الموضوع انا ما كنتش عايز اتكلم فيه،
وبكتب لهم في التعليقات، لكن خلاص قررت ان انا اتكلم في موضوع الثلاث بيضات والاربع بيضات. ده الملح. ايه تاني؟ اهو الاربع بيضات حضراتكم اهو. اهو نشوف بعد كده هنقول ايه. اهلا بكم. لما قلت لحضراتكم ما تقفلش غير في نهاية الفيديو، استنى للاخر علشان اقول لكم ان في قنوات كتير جدا تتكلم ان حمامها بيبيض ثلاث بيضات واربع بيضات. يا جماعة الكلام ده مش حقيقي، مفيش حمامة بتبيض ثلاث بيضات او اربع بيضات. حتى لو مشدتها الادوية دي، لو عطتها ديناميت مش هتبيض ثلاث بيضات واربع بيضات. وتحدي الجماعة الغواء القدام يعرفوا الكلام ده كويس، الحمامة بتبيض بيضتين، واحيانا لو صحتها تعبانة تبيض بيضة واحدة او تتأخر في البيض. الادوية اللي قلت لحضراتكم عليها دي والخلطة دي للتحديق، كل ده علشان نحافظ انها تبيض البطين وانها ما تبيضش في فترات متباعدة، ما تريحش يعني زي ما بيقولوا او يقولوا النتال العطال. لا، ده علشان يخليها تستمر في البيض اللي هما البطين الطبيعيين بتوع الحمامة، ما تبيضش بيضة واحدة، ما تتأخرش في البيض، خلي قشرة البيض كويسة. هو ده اللي انت تقدر تعمله في الحمامة، انما ان انت تديها ادوية تديها حاجات عشان تبيض اربع بيضات، لا لا لا، الكلام ده كلام فاضي، مفيش كلام من ده، صدقوني والله ما في كلام من ده. انا بربي من اكتر من 40 سنة ما شفتش الكلام ده، الكلام ده كلام مش حقيقي. عشان كده قلت لكم استنوا من النهاية علشان نقول لكم، واللي عنده كلام غير ده يكتب لي في التعليقات ويرد وانا ارد عليه. بقول لكم يا جماعة لو سمحتم، الناس الغواء القدام الخبراء الخبراء في موضوع تربية الحمام من زمان يدعموني في الحكاية دي، لان الموضوع ده انتشر جدا في الفيديوهات اللي على اليوتيوب، كل واحد يقول ثلاث بيضات واربع بيضات عشان يجيب مشاهدات كتير. يا جماعة اللي يعرف الحقيقة يقول، محدش يخبي، محدش يسكت على الموضوع ده عشان تنشر المعلومة الصحيحة. مفيش ثلاث بيضات واربع بيضات. انا حاطط البيض ده علشان اوري لكم ده بيض فاضي مش بتاع الحمام. ده هم دول البطين بتوعها، هم دول البطين بتوع الحمامة. رجعهم لها تاني اهو. ده مش بيضها اهو، هم ده بيضها. البطين دول هم البطين بتوعها اهو، حطهم للحمامة تاني، هم دول البطين بتوعها. وعندنا انا حاطط بيض سمان اهو لسه حضراتكم مفقس تحت الحمامة دي اهو. في بيض سمان وبسحب مع البطين بتوعها اهو. ماشي، دي ممكن تعملها، ممكن تحط حتى بيض كتاكيت، تحط بيض البط اللي انت عايزه، انما مفيش حمامة بتبيض اربع بيضات. دي المعلومة اللي كنت عايز اقولها لحضراتكم بعد ما ترددت كتير ان انا نتكلم في الموضوع ده. انا عرفت البطين دول لان هم بطين باردين، انا شايلهم من قبل كده هم فاضيين. يقول لي انا شلتهم وعرفتهم ازاي هم فاضيين. يا جماعة قولوا للناس الحقيقة، ما تقولوا لهمش عشان تجيبوا، تقولوش اي كلام عشان تجيبوا مشاهدات كتير. حرام عليكم اللي انتوا بتقولوه للناس. مفيش حمامة بتبيض اربع بيضات وثلاث بيضات، انا عندي حمامة بتبيض بيضة واحدة اهو اهو، رغم كل الادوية اهي بيضة بيضة واحدة اهي اهي بيضة واحدة دي بيضة واحدة. ايه حمامة تانية هناك كده بتبيض بيضة واحدة، لان كنت بعطي ادوية اهو اللي نايمة جوه دي، البيضة دي بيضة واحدة، لان كنت بعطي ادوية الحمامة ودي زغلولة واحدة. مش كل حاجة دي حط لها زغلولة تانية، مش مشكلة، عندك زغلولة واحدة حط اتنين مع بعض عشان يبيضوا تاني. دي كل ده ممكن تعمله. احنا زمان لما كنا صغيرين كنا نشوف الاربع بيضات تحت حمامة نقول الحمامة بتبيض اربع بيضات. اكتشفنا بعد كده ان الحمام بيكون نتايتين متجوزين بعض، لان بيبقى عند حضرتك ان فيه عجز في الذكورة. الحمام السايب اللي زي ده يكون فيه، تكتشف ان في عجز في الذكورة فنتايتين بيقوموا بيضين مع بعض. تتخيل حضرتك ان هما بيضهم اربع بيضات، ان هي حمامة بيضت، لكن هما نتايتين في الحقيقة.
فاكتشف الكلام ده ازاي؟ يطلع البيت فاضي واذا لقيت فيهم بيضة مليانة فبيكون من ذكر تاني لكن مش من الحمامتين، هما انتيتين بعضهم الاربع بيضات. دي حاجة احنا كنا بنفرح بيها لكن اكتشفنا ان هي ان هما نتيتين بيضين الاربع بيضات او حتى لو ثلاث بيضات. حاجة كمان كنا بنضيفها كمان معلومة زائد الادوية اللي احنا بنديها عشان تزود الانتاج، يعني تحافظ على البطين، انتاج البطين مش اكتر. الكلفة بتاعتنا او الاكل بتاع الحمام اهو حضراتكم، ده عبارة عن عدس ودورة حمام، مش الاضاءة، عدس ودورة حمام ودور اصفر وغلة وفول، فول وبسلة، ممكن نضاف عليها بعض علف الدواجن وعلف الفراخ، في ناس بتضيف حلبة لو بسيط، يعني الحمام بياكل كل الحبوب يعني مش هيقول لك، لكن على الاقل هما كم صنف اللي قلنا لحضرتكوا عليهم دول. هو ده الخلطة اللي تأكلها للحمام اهو، حضرتكوا شايفين اهو. دي الخلطة، تمام الخلطة، وتتأكد ان هي خلطة من نوع تكون نظيفة من عند حد مضمون علشان ما يكونش رشيشها ويكون فيها اي دواء عشان السوس او اي رش من الحاجات دي. نرجو من حضراتكم تدعمونا بلايك واشتراك في القناة وتعمل زر الجرس علشان تشوف باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.